القادر الخالي من الموانع، المسلم البالغ العاقل المقيم القادر الخالي من الموانع. المسلم معروف يقابله الكافر، والكافر لا يصح منه عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لئن أشركت ليحبطن عملك، ما يصح، لأنه لا نية له، ما له عمل. حمل الله وإياكم. البالغ، أما غير البالغ لا يجب عليه الصوم، لكن يصح منه، يصح من الصوم صبي 7، 8، 9، 10، 11 يصح من الصوم، وينبغي نعلم ويشجع عليه، هكذا كان هدي السلف رضوان الله عليه. العاقل يقابله المجنون، مجنون لا يصح من الصوم لأنه لا نية له. طيب إذا صام يؤجر، نقول أصلا ما له نية، أصلا ما له نية، غير مكلف. رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. المسلم البالغ العاقل المقيم، مقيم يقابل المسافر، مسافر لا يجب أصلا. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذه رخصة. وإذا جاء في آخر الآية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. القادر العاجز لا يجب عليه الصوم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. إذا كان كبير عاجز عن الصوم يطعم، وهذا من رحمة الله وتيسيره علينا. الخالي من الموانع إذا كان بمانع من موانع الصوم، مثل المرأة عندها الحيض أو النفاس، هذا مانع، هي معذورة. نقول أما من جهة الصوم فالبكور فيه مصلحة، إذا بكرنا وأمسكنا قبل الأذان لا إشكال في هذا. لكن يأتي الإشكال من جهة الصلاة. نقول أولا الذي ثبت أنه ليس فيه تبكير الأذان، وقد صدر فتاوى من سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله بأن الوقت هو الوقت، وأن ما فيه بكور، ولا ينبغي التشويش على الناس في عباداتهم وطاعاتهم، ما ينبغي التشويش أبدا. ونحن ولله الحمد والمنة في بلد في علماء من خيرة علماء العالم الإسلامي، بل هم زينة علماء العالم الإسلامي، الناس يطمئنون إليهم ويرتاحون لفتواهم، فهذا من فضل الله جل وعلا عليه. إذن هذا هو الفجر، اللي هو الفجر الصادق، فإذا طلع الفجر فلا يأكل الإنسان ولا يشرب، ولهذا الله جل وعلا علقه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. طبعا ما هو بأنك تحط خيط أبيض وخيط أسود وتشوف متى تضح لك هذا من هذا، لا، مقصود أنه يعني البياض والسواد، بياض الليل بياض النهار وسواد الليل. المسألة الثالثة الإمساك عن المفطرات. ما هي المفطرات؟ المفطرات على 3 أنواع، احنا نقسمها من أجل سهولة حصرها. القسم الأول ما دخل إلى الجوف، القسم الثاني ما خرج من البطن والجوف، القسم الثالث الأعمال الجنسية، وناخذها واحد واحد. القسم الأول ما دخل إلى الجوف والبطن، أول شيء الأكل والشرب. إذا أكل الإنسان أو شرب فإنه يفطر بذلك، فإن كان متعمد فهذا والعياذ بالله كبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا جاء في الحديث من أفطر يوما من غير عذر لم يقضه صيام الدهر. وجاء في الحديث أن الذين يفطرون قبل تحلة فطرهم يعلقون بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، في حديث الذين جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذ بضبعه وقال اصعد هذا الجبل، قال لا أستطيع، قال سنسهل لك، إلى أن قال ورأيت أقواما
معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم ده، عراقيبهم يعني رجليهم فوق ورؤوسهم تحت والعياذ بالله. قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة فطره. كيف يا إخوان؟ إذا كان الفطر حمان الله وإياكم على أمر محرم، على دخان ولا على مخدرات ولا على، صلى الله العفو والعافية. الأمر الثاني ما كان بمعنى الأكل والشرب، ما هو طعام ولا هو ماء، لكن يعطي ما يعطيه الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية، مثل الحقنة هذه اللي نسميها المغذي، لو وضع في الإنسان هذا يجلس عليه سنوات، المريض أحيانا يجلس عليه سنوات يتغذى منه ولا يموت، فهذا يأخذ حكم الأكل والشرب. فإذا وضع المغذي بالإنسان نقول يفطر به في نهاية رمضان، فإن كان محتاجا له فلا حرج لأنه معذور. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهنا يكثر السؤال عن الإبر، هل الإبر تأخذ معنى الأكل والشرب ولا لا؟ نقول الإبر على ثلاثة أنواع: إبرة مع العضل، تضرب مع العضل يعني مع هذا، مع العضد ولا مع الورك، هذه لا تفطر. وإبرة المغذية هذه تفطر لا إشكال فيه. وإبرة تضرب مع العروق، مع العروق هذه يسأل الطبيب عنها، إذا احتجتها أيها المسلم أو المسلمة تسأل الطبيب تقول هل هي مغذية ولا لا، لأن الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. والطبيب هنا هو الذي يتحمل مسؤولية يحدد هل هذه مغذية ولا، إن قال مغذية قلنا تفطر، وإن قال غير مغذية قلنا لا تفطر. الأمر الثالث من الذي يدخل الجوف حقن الدم في الإنسان، لو أن الإنسان احتاج دم في نهار رمضان، حصل نزيف ولا حادث ولا ولادة ولا كذا واحتاج إلى دم، فأراد الأطباء أن يعطوه دم، نقول يفطر به، أنه يدخل ولأنه يتقوى به الجسم. طيب هل يجوز له أن يأخذ؟ نقول نعم إذا كان مريض يجوز، إذا كان مريض يجوز. طيب المتبرع بالدم هل يفطر؟ نقول نعم إذا كان التبرع يأخذ حكم الحجامة، هذا سيأتينا الخارج من البدن أو الجوف، إذا كان يأخذ حكم الحجامة ويتعب الإنسان، وتعرفون المتبرع حتى الأطباء ما يسمحون أن يتجاوز سريره إلا بعد فترة معينة، يطمئنون عليه يعطونا عصير، فنقول ما دام أخوك مضطر لتبرعك فتبرع وأنت على أجر وأنت معذور، لأنك تتبرع لإنقاذ معصوم، فما دمت تتبرع لإنقاذ معصوم فلا حرج عليك إن شاء الله تعالى. طيب أيضا مما يدخل إلى الجوف أنواع الحقن والقطرات، قطرة اللي مع الأنف هذه تصل، ولهذا الآن لو تقطر بأنفك مباشرة تروح حلقك تنزل، تبقى قطرة العين أو قطرة الأذن. قطرة العين نقول الأصل أنها لا تفطر، هذا هو الأصل، لكن لو أن إنسان قطر قطرة وحس بطعمها وذهبت العين منفذ كما قرر الأطباء. أما الأذن فهي طريق، ولهذا يقولون طبيب الأنف والأذن والحنجرة واحد، تخصص واحد لأن المجرى واحد، فإذا قطرت الأذن نقول هل لما قطرت بأذنك حسيت بها حلقك وراحت الجوفك؟ إذا راحت الجوفك تفطر بها وإلا فلا. إذا ما هي القطرة التي يفطر بها؟ نقول قطرة الأنف إذا ما هي من برا، أما إذا كانت مجرد من برا أو بخاخ يأخذ يفتح الشرايين فتح الأوعية فلا إشكال فيه. طيب هل يفطر الإنسان بالحبوب اللي يمصها في فمه؟ هل تدخل هذه في اللي يدخل؟ نقول نعم إذا كان يمصها
ويستفيد منها جسمه، نعم يفطر بها، سواء كان حبة سكر أو غيرها. طيب هل يفطر بالحقنة كرمكم الله مع الدبر؟ يعني بيأخذ حقنة من الدبر؟ نقول لا، لأن الدبر مو منفذ للجوف فلا يفطر بها. هل يفطر بالحقنة مع الحليل الذكر؟ نقول لا، لأنه ليس مسلك إلى الجوف. أيضا مما يفطر به الإنسان غسيل الكلى إذا احتاج، لأن غسيل الكلى يأخذ عملية تدخل مع الدم ويخرج. فنقول لمن احتاج لهذا الأمر، شفى الله مرضى المسلمين، نقول إن كنت تحتاج أثناء النهار فأنت معذور وأفطر وتقضي إذا شفاك الله جل وعلا. فإن قال إن الأطباء قرروا أني أغسل مدى الحياة وأغسل يوميا مثلا، نقول أنت معذور، لا يرجى برؤك، أطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كان يغسل يومين بالأسبوع أو ثلاثة أيام وكذا، نقول الأيام اللي ما تغسل فيها صم فيها. فإن قال إن الأطباء يقولون لا بد أن تأخذ علاج في النهار باستمرار، نقول أنت معذور، أطعم عن كل يوم مسكين. القسم الثاني ما يخرج من البدن أو الجوف. الأمر الأول القيء أكرمكم الله، فإذا تعمد الإنسان يتقيء يفطر به، لقوله صلى الله عليه وسلم من استقاء فليقضي ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ذرعه يعني غصب عليه، أما اللي تعمد يقضي. كيف يتعمد؟ نقول يتعمد يجيب له شيء كريه ويشمه، يشوف شيء كريه وينظر إليه، يستمر ينظر إليه، أو أنه يعني يتعمد بيده أو بغيره. أما إذا كان غير اختياره فإنه لا يقوم. يسأل الصائمون كثيرا عن اللي يخرج، هذا يسميه القلس، له نوع من المر يخرج ويرجع. نقول إذا جمعته في فمك وتعمدت بلعه تفطر به، وأما إن ارتفع ونزل فلا حرج عليك لأنه بغير اختيارك. لكن كونك تتعمد وتقول أنا استحيت لأمجه وبلعته، نقول لا غلط، تفطر به. أيضا التبرع بالدم يفطر به الإنسان، إذا تبرع بالدم الكثير يفطر به. أيضا الحجامة إذا احتجم يفطر بها الإنسان في أصح قولي العلماء. طيب لو أخذنا تحليل من شخص حلل علبة أو علبتين أو ثلاث، هل يفطر بها؟ نقول لا، ما يفطر. إذن ما هو المقياس؟ نقول المقياس الكثير، الدم الكثير اللي يؤثر على الجسم مثل تأثير الحجامة، أما الدم القليل فإنه ما يؤثر في الجملة. أيضا من الشيء الخارج دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، أقل دم يخرج من المرأة ويحمل مواصفات دم الحيض فإنه تفطر به المرأة، حتى لو كان قبل أذان المغرب بدقائق تفطر به. ولا يضيق صدر المرأة، بعض النساء إذا جاتها الدورة قبل المغرب تقول يا حسافة هاليوم هذا، يا ليتني كملت شكوى. نقول لا يا أختي، لا تتبرمي من هذا، هذا أمر كتبه الله عليك. هل تظنين أن هذه الساعات اللي صمتيها ما تؤجرين عليها؟ أنت على أجر وعلى خير، هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فأنت على أجر وعلى خير، وقد جاء من هو خير منك. تقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فلا يضيق صدر المرأة،